بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من مادة التربية الإسلامية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. وسيكون درسنا اليوم في مدخل الحكمة، وسيكون بعنوان أخطار الصحبة الصالحة. ولكن قبل أن نتطرق إلى مضامين الدرس الجديد، سوف نقوم بتصحيح الواجب المنزلي الذي كلفتكم بإنجازه خلال الحصة الماضية من مدخل الاقتداء، والتي كانت بعنوان أفي بحقوق الغير، التي رأينا فيها مجموعة من الحقوق التي يجب على المسلم أن يفي بها، منها مثلا حق الوالدين، حق الأصحاب والأقارب، حق المسكين، إلى غير ذلك من الحقوق التي تطرقنا إليها بالتفصيل. اليوم سوف نقوم بداية سوف نقوم بتصحيح الواجب المنزلي الذي كلفتكم به، والذي كان يتمحور حول وضعية لم يتم احترام مجموعة من الحقوق خلالها، وسوف نقوم باستخراج هذه الحقوق التي تم خرقها. إذن الوضعية كانت هي الآتية: سمير تلميذ مهذب كان يلعب مع أصدقائه في الحديقة، فتسببوا في إتلاف الأزهار وبعض الشجيرات. سمع سمير أمه تنادي عليه، ومع ذلك استمر في اللعب. ما هي الحقوق التي لم يتم الوفاء بها في هذا النص؟ إذن سمير رغم أنه تلميذ مهذب، فقد كان يلعب مع أصدقائه وتسببوا في إتلاف الأزهار والشجيرات، ورغم أنه تلميذ مهذب كانت أمه تناديه ولم يستجب لندائها. لأن هناك مجموعة من التصرفات الخاطئة في هذا النص سوف نستخرجها، وبناء عليها سوف نحدد الحق الذي لم يتم احترامه. إذن سوف نملأ هذا الجدول التالي. التصرف الخاطئ الأول الذي قام به سمير وأصدقاؤه هو إتلاف الأزهار والشجيرات، فأثناء لعبهم في الحديقة تسببوا في إتلاف الأزهار والشجيرات، وهذا أدى إلى خرق حق، وهو حق ماذا؟ حق المحيط أو حق البيئة. فالبيئة يجب المحافظة عليها، ويجب علينا، لأن حق يجب أن نفي به، فهو احترام البيئة وعدم إتلافها. التصرف الخطير آخر الذي قام به سمير هو عدم تلبية نداء أمه عندما كانت تنادي عليه، وهذا أدى إلى عدم احترام حق الوالدين. من حقوق الوالدين علينا طاعتهما والاستماع إلى نصائحهما وكلامهما والتصرف معهما بأدب وبلباقة. نعم، إذن فهنا عدم تلبية نداء الأم، هذا أدى إلى خرق حق من حقوق الوالدين. نعم، إذن بعد أن قمنا بتصحيح هذه الوضعية، سوف نمر إلى درسنا الجديد، وهو درس أخطار الصحبة الصالحة، وهو عنوان درسنا الجديد لهذا اليوم، والذي يندرج ضمن مدخل الحكمة. كما هو معلوم، فالإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعيش منفردا، لذا لا بد له من أصدقاء وأصحاب يخالطهم ويخالطونه.
وهذا يجعله متأثرا ومؤثرا. لذا لا بد له أن يتحرى الصحبة الصالحة التي سيكون تأثيرها إيجابيا عليه. فما هي مواصفات الصحبة الصالحة وكيف أختارها؟ هذا ما سنعرفه خلال هذا الدرس. إذن وقبل بداية الدرس أقترح عليكم مشاهدة هذا الشريط القصير الذي يتحدث حول الصحبة الصالحة. ما الذي مزق ثيابك هكذا يا باسل؟ لقد ضربني طارق زميلنا في الفصل فاضطررت للدفاع عنك. ولماذا تشاجر معك؟ أنت تعرف أنه ولد شرير يتشاجر مع كل الزملاء بأسفل الأسباب. أريد منك خدمة يا باسل. أطلب ما تشاء يا رشيد. أريد منك أن تشتري لي زجاجة عطر من بائع العطور القريب من بيتك. شكرا لك يا صديقي. السلام عليك يا رشيد. وعليكم السلام، كيف حالك الآن؟ بخير. تفضل يا رشيد، زجاجة العطر. شكرا يا باسل، ولكن ما هذه الروائح الجميلة التي أشمها؟ أنا قادم حالا من دكان العطور، ولقد جربت مجموعة من العطور قبل أن أشتري، وكنت أضع قليلا منها على يدي وأتخير منها، ولكن ما هذا الصندوق الذي أراه بيدك يا رشيد؟ هذا صندوق من الحديد، كنت أدخر فيه نقودي، ولكنه انكسر، وأريد أن أصلحه عند الحداد. أنت تعرف يا رشيد أنا في حينا حدادة، ويمكن أن آخذ الصندوق منك وأعطيه له ليصلحه وأحضره لك في طرف النار. إن الشرر يتطاير ويحرق ثوبي يا عم سعيد. ليس أمامنا سوى النار يا باسل، فنحن نصهر بها الحديد. كما أنني أشم رائحة غير طيبة. وماذا تنتظر غير الرائحة الخبيثة وتطاير الشرر من دكان الحداد؟ تفضل، تفضل الصندوق يا رشيد، لقد تم إصلاحه. أرى بعض الحروق الصغيرة في ملابسك ورائحتك غريبة يا باسل. كل ذلك بسبب يا رشيد، فلقد تطايرت شرارات النار على ملابسي، وأنا أنتظر عم سعيد حتى يصلح لك الصندوق، وتأثرت ملابسي بالروائح الكريهة التي تنبعث من الكير الذي ينفخ به النار. أتذكر يا باسل أنني نبهتك كثيرا إلى ضرورة الابتعاد عن زميلنا طارق لأنه سيء الأخلاق ودائما يتشاجر مع زملائه ولا نرى منه إلا كل شر. ولكن ما علاقة هذا بباقي العطور والحداد؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى مجالسة الصالحين من الناس ومصادقتهم، فيقول إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الآن فهمت يا رشيد، فبائع العطور يشبه الصديق الصالح والحداد يشبه الصديق السوء. إنك أستاذ كثير يا حامل المسك. إذن بعد مشاهدتنا لهذا الشريط سوف نقوم باستخراج المضامين التي جاءت فيه. إذن سنقوم بالإجابة على مجموعة من الأسئلة لكي نستخرج المضامين التي جاءت فيه. إذن السؤال الأول، ما الذي وقع لباسم؟ إذن في أول الشريط وقع شيء لباسم، ما هو هذا الشيء؟ إذن ما الذي وقع لباسم؟ مزقت ملابسه بسبب ماذا؟ بسبب تشاجره مع زميله طارق. فبسبب هذا الشجار مزقت ملابسه، ولأنه تشاجر مع طارق، وطارق الذي كان يعرف بعدوانيته
وتسببه بالأذى لأصدقائه وزملائه التلاميذ الآخرين. نعم، ثم السؤال الثاني، ماذا طلب منه صديقه رشيد؟ ماذا طلب منه صديقه رشيد؟ إذن عندما رأى رشيد صديقه وقد مزقت ملابسه وأنه يصاحب هذا الزميل السيء، فقد فكر في حيلة ثم قام بطلب شيء من رشيد، من باسم. ما هو هذا الشيء الذي طلبه منه؟ طلب منه أن يشتري له زجاجة عطر من بائع العطور المتواجد قرب بيته. رشيد طلب من صديقه باسم أن يشتري له زجاجة عطر من بائع العطور المتواجد قرب بيته. نعم، كيف كانت حالة باسم عندما عاد من عند بائع العطور؟ كيف كانت حالته؟ إذن كانت تفوح منه ماذا؟ رائحة العطور الزكية. عندما عاد باسم من عند بائع العطور كانت تفوح منه رائحة العطور الزكية. كيف كانت حالة باسم عندما عاد من عند الحداد؟ من هنا عندما عاد من عند الحداد فقد تغيرت حالته، حيث ما الذي وقع؟ أصبح تفوح منه رائحة كريهة، وملابسه بها حروق صغيرة نتيجة تطاير الشرارة التي يستعملها الحداد للحم الحديد. هنا تغيرت حالة باسم عندما ذهب إلى عند الحداد لإصلاح الصندوق الحديدي. هنا مقارنة بين حالتين، الحالة التي ذهب فيها باسم عند بائع العطور حيث رجع وتفوح منه رائحة العطور الزكية، وعندما ذهب عند الحداد فقد رجع وقد حرقت ملابسه بحروق صغيرة وأيضا أصبحت تفوح منه رائحة كريهة. إذن هنا بماذا شبه باسم كل من بائع العطور والحداد؟ بائع العطور يشبه الصديق الصالح، والحداد يشبه صديق السوء. فبائع العطور يشبه الصديق الصالح، فالصديق الصالح بمجالسته ومرافقته فإنك تأخذ منه الأخلاق الحميدة، أما الصديق السيء بمجالسته ومرافقته فإنك تأخذ منه الأخلاق الخبيثة والمعاملات السيئة تتشبع بها وتتأثر بها. إذن هنا تشبيه بين الصديق السيء وبين الصديق السيء والحداد والصديق الصالح والبائع العطور. نعم، ما هو الحديث النبوي الشريف الذي استشهد به رشيد؟ ما هو الحديث النبوي الشريف الذي استشهد به رشيد؟ إذا هناك حديث نبوي شريف استشهد به رشيد سوف نراه ونستخرج مضامينه وندرسه لكي نعرف الوصايا التي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحبة الصالحة. لأن الحديث هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحجيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. صحيح مسلم، كتاب البر والصغار والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة رفقاء السوء. إذن في هذا الحديث قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتشبيه بين حامل المسك والصديق الصالح، وأيضا نافخ الكير والصديق السوء. قبل أن نستخرج مضامين هذا الحديث
نقوم بشرح بعض المفردات الصعبه في هذا الحديث. اذا هناك اول مفرده اللي هي المسك. المسك الذي هو نوع من الطيب، نوع من الطيب، نوع من العطور. فهو اذا المسك رائحته رائحه زكيه. الكير، الكير وهو آلة ينفخ بها الحداد في النار ليشتد اشتعالها، يعني هذه هي الكير، آلة الكير، آلة ينفخ بها الحداد في النار لكي تشتعل وتتوهج كثيرا، نعم، لكي يستعملها لتطويع الحديد. يحجيك، يحجيك بمعنى يعطيك. فحامل المسك فإما أن يعطيك من مسكه، كما رأينا في الشريط القصير، فبائع العطر عندما أراد باسم أن يشتري من عنده قارورة عطر فقد أعطاه من العطر وقبل أن يشتري ما يريد، نعم، إذن فبائع المسك ولا حامل المسك بائع العطر مثل حامل المسك، فهو إما أن يحجيك من عطره أو أن تبتاع منه، نعم. بما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح وجليس السوء. سوف نستخرج التشبيهات التي توجد في هذا الحديث، إذن سنقوم بذلك في هذا الجدول. إذن أولا هو نوع الجليس، نوع الجليس، الجليس الأول هو الجليس الصالح. بما شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد شبهه ب، نعم، حامل المسك. ما أطار صحبته؟ إذن حامل المسك أو الجليس الصالح عندما نصاحبه، ما هي الآثار التي يتركها؟ إذن هو يعطيك منه أو تشتري منه أو تجد منه ريحا طيبة. إذن حامل المسك إما أن يعطيك من المسك أو تشتري منه بعض المسك، أو إن لم تفعل هذين الأمرين فإنك فقط تتمتع بريح طيبة جميلة منه، نعم. النوع الآخر من الجلساء هو جليس السوء. بما شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شبهه بنافخ آلة الكير، نافخ الكير. ما هو آثار صحبته؟ آثار صحبته إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. فصاحب الكير عندما تقترب منه إما أن يحرق ثيابك أو أن تشتم رائحة كريهة وخبيثة تؤذيك، نعم تؤذيك. إذن هذا هو التشبيه الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقد شبه الرفيق الصالح أو الصاحب الصالح بحامل المسك، فمرافقته تؤدي إلى الاستمتاع والفائدة. أما رفيق السوء فقد شبهه بنافخ الكير، فمصاحبته لن تستفيد منها إلا معاملة السيئة والأخلاق الخبيثة، نعم. ماذا أستخلص من الحديث في خصوص اختيار الصاحب؟ أن المسلم مطلوب منه أن يحسن اختيار أصدقائه لأنه يتأثر بعملهم وأخلاقهم، فإن كانوا أصدقاء سوء تأثر بهم وبأخلاقهم السيئة، وإن كانوا أصدقاء خير تأثر بأخلاقهم الحميدة وأعمالهم المرضية لله عز وجل، وكانوا له عونا على طاعة الله. إذن هذا ما نستخلصه من هذا الحديث، فالمسلم مطلوب منه أن يحسن اختيار أصدقائه، أن يصاحب الصلحاء ويبتعد عن أصدقاء السوء، لأن الأعمال التي يقوم بها الصديق تؤثر فيك، فإما أن تقتدي به وإما أن يضرك بأعماله وبتصرفاته.
إذن وإذا فأصدقاء السوء تؤثر أخلاقهم السيئة على عليك إن صاحبتهم، لا بد أن يؤثروا عليك رغم كل الأحوال. نعم، أكتسب. ماذا نكتسب من درسنا لهذا اليوم؟ يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن اختيار الصاحب ذي الخلق الحسن، لأن الصاحب يؤثر في صاحبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أعيد، يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن اختيار الصاحب ذي الخلق الحسن، لأن الصاحب يؤثر في صاحبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرء على دين خليله؟ المرء على دين خليله، الخليل هو الصديق، الخليل هو الصديق، بمعنى أن من ترافق فإنك تشبهه في تصرفاته وفي أخلاقه. فلينظر أحدكم من يخالل، يعني أن ينظر الإنسان إلى أصدقائه ومن يصاحب، فإنه لا بد أن يتأثر بهم وأن يصبح مع مرور الوقت يشبههم في تصرفاتهم. نعم، ما هي صفات الصاحب الصالح؟ ما صفات الصاحب الصالح؟ أول شيء هي التقوى، أن يكون تقيا وورعا، يمتثل لأوامر الله ويجتنب نواهيه. يعني أول صفة من الصفات التي يجب أن تتوفر في الصاحب الصالح هو أن يكون تقيا، بمعنى أن يجتنب نواهي الله وأن يمتثل لأوامره، مثلا أن يؤدي فرائضه، أن يصلي، أن يزكي، أن يصوم. هذه بعض الصفات التي يجب أن تكون في الصاحب الصالح. الصفة الثانية الأمانة، أن يكون أمينا، إذا استأمنته على شيء حفظه. فالصاحب، فأنت تقول له أسرارك، تعطيه أمانات، وبذلك فيجب عليه أن يحافظ عليها. فإذا لم يحافظ على الأمانات فليس بصاحب صالح. إذن من الشروط أو من الصفات الأخرى التي يجب أن تكون في الصاحب الصالح. الصفة الثالثة هي الصدق، أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله ولا يكذب. فالكذاب لا يجب مصاحبته، لا تجب مصاحبته، لأنك ستتأثر بهذا الخلق الذميم منه. إن كان كذابا فأنت أيضا مع مرور الوقت ستصبح كذابا، لذلك يجب مجانبته، مجانبة الصديق الكذاب، لأنها ليست صفة صالحة، بل هي صفة خبيثة. الصفة الأخرى هي الوفاء، أن يكون وفيا بطبعه، يعني أن يكون وفيا لصديقه. الوفاء من الصفات المميزة أو الصفات الجليلة التي يجب أن تكون في الصديق، فيجب أن يفي بوعوده وأن يفي إلى صحبته وصديقه. نعم، إلى غير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق الجميلة التي علمنا إياها ديننا الحنيف. إذن هناك مجموعة أخرى من الصفات والأخلاق الحميدة التي يجب أن يتصف بها الصاحب الصالح، والتي علمنا إياها ديننا الحنيف. إذن ما القيمة المستخلصة من هذا الدرس؟ ما القيمة المستخلصة من هذا الدرس؟ القيمة المستخلصة من هذا الدرس هي الآتية: أخالط الأخيار ولا وأصاحب الصالحين، أخالط الأخيار وأصاحب الصالحين. إن هذه هي القيمة الأساسية التي نستخلصها من هذا الدرس، والتي يجب أن نمتثل بها، أن
لم تجد لها هي أن نصاحب فقط الصالحين والأخيار، وأن نبتعد عن أصدقاء السوء لأنهم سوف يؤثرون علينا. عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، إلى هنا نأتي على نهاية درسنا لهذا اليوم.